الاسم ديالي البوري الجلالي من دوار البرجة السبتي تيمور. تنتكلم على هذا الموضوع ديال الماء، حنا مضرونين بزاف بزاف، ماشي شوية، مضرونين بزاف. تنطلبوا من الله وجلالة الملك يشوف من جهتنا، راه حنا مضرونين بزاف. عندي نيت ليبير انا دابا، ومن عادني الرخصه بزاف، ما بقاش الرخصه عطات لي ماش تبي مدوها لينا باش بين نخدم البير. نعتقد دوك الغريسات تنقلب على الماء عند شي واحد بشي بير تنجيبو بالسيترنا باش تنعتقد دوك الغريسات اللي باقيين ليا. عندي خمسه النفوس كلهم سميتو باي يتحركوا باش يخدموا، فاش ما بنا الدراري ما درتهم باش يتحركوا باش يخدموا بها يخدموا. كاين الناس الحابرين بزاف، واللي عنده الجد راه حابر ربعة البراي ثلاثة البيان، وكاين اللي مسكين اللي ما عنده شيء راه عوينو الله، عوينو الله تبارك وتعالى. والناس هنا ما كايناش الشتاء لدار شي عام ونص هذا ولا عامين، باش ما كاين عندنا الشتاء جا با الوقت. الزيتون كله يبس، كاين الزيتون دابا يبس بغا المنشار دابا يتقطع على حد الارض. دابا البلاد تجفت بزاف، وتنطلبوا من الله وجلالة الملك يشوف مجيدنا في هذه القضية هذه. السلام عليكم، هشام خلوق، ساكن بدورة مسافر جماعة السبتي تيمور. كما كتشوفوا كتلاحظوا ان هاد الدور وهاد السكاكينه بزاف هنايا كتعاني من نقص المياه، والشتا ما بقاتش كتجي داكشي من الله تعالى. والناس هنا بزاف، الناس اللي هما كبار شويه وداكشي كيستافدوا من الفرشه المائيه، عندهم الاستطاعه ديالتهم بانهم يحفروا البيار ويحفروا داكشي، واللي مسكين هنا راه ضايع. هانتوما كتشوفوا الحاله هنا، راه الناس كيبدا كيبس ليها الغرس ديالها وكيبس ليها الفلاح اللي صغير راه كيضيع، والناس الكبار راه اللي قال هذاك كيما راه بلا رخص بلا والو، حيت هما كبار واش من عند الله تعالى ولا من عند المسؤولين. هادشي ما عرفنا حنا من الناس، وحنا اللي مساكين. هانتوما كتشوفوا كاين اللي ما بقى ما لقى كاع ما يشرب، الناس كتصرفوا راه انا بعدا انا تنشوف الناس هنا كتسقي وداكشي، راه ما عرفناش هادشي. حنا ما عرفناش هاد الشيء واش من الجماعة ولا من بزاف. هاد الشيء حنا تسمع صوتو ديرو البورنيات فيهم الماء، حتى البورنيات راه مابقاوش فيهم الماء. الساقية كنا كنستافدو منها تاهي كتعاون الزيتون وكتعاون الغرس شوية، تاهي تقطعات مابقاتش. شحال هادي باش تقطعات الساقية؟ واه تقريبا راه عامين هادي باش الساقية مابقاش كدير، مابقاش كتجي، مابقات الناس هنا ضايعين بزاف. هانتوما ما حيلتهم ما يشربو البهايم، واللي الناس الكبار كي تشوفوا راه اللي قاعد كيتصرفوا هما بحال الارض ديالهم بحال كل شيء، كيديروا الرخصه ديالهم من راسهم، كيديروا اللي مسكين بالرخصه وبا يدير الماء تيقلب على الماء وتيقلب على داك الشيء، ما كاينش الحل.